من بين سطور الحياة المفعمة بالإبداع، هناك واحة الحب الجميل التي يطير إليها محلقا. هو الأبنودي اللي بتشوفوه، اللي بيقابلك، اللي بيكلمك، هو اللي في البيت. يعني ما فيش اختلاف خالص، ما فيش ازدواجية في الشخصية. اللي بتشوفيه بيطلع للناس هو نفس الأسلوب اللي بيكلمنا بيه في البيت، هو نفس الأسلوب اللي بيتعامل بيه في البيت مع أولاده، معايا، مع كل إنسان بيقابله، حتى لو إنسان غريب هو واحد من أهله. يعني هو عنده الحتة إن هو على طول بيأثر المسافات بينه وبين الناس، وأسرته هي يعني كل المصريين، يعني يتعامل مع أي واحد ما يعرفوش. أشكرك. لا هو ده مش مجامل، عبير جميل، مش مجاملك يعني. عمرها ما قالتها لي دي. لا حقيقة هو ده اللي حاصل. فهو إنسان تلقائي في تصرفاته، ما بيعملش حاجات يعني إيه تمثيل، يعني لا هو الطبيعي في كل الأوقات. طب بصي بصراحة كده، يعني أخبار الخناقات الزوجية إيه؟ أول ما أنت بادئ الحديث بادئ بالخناقات. الخناقات لا يعني مش حوار خناقات، مش خناقات الاختلافات. يعني طبعا زي أي اتنين متجوزين بنختلف، لكن بيبقى فيه طبعا أسلوب للحوار. في النهاية يا هو بيقنعني أنا بقنعه، هو في الغالب هو اللي بيقنعني. يعني غالبا، لأن عنده أسلوب إقناع طبعا مش هقول عليه، كل الناس عارفاه. ففي الغالب هو اللي بيقنعني، بس طبعا لو انا عندي راي انا مقتنع انه صح، هو يعني ما بياخدش بيه الفتره، لكن بعد كده بياخد برايي وبيقول لي فعلا انت كنت صح، والاعتراف بالحق فضيله. ففعلا لما اكون صح بيقول لي، مش مثلا خلاص بقى انا طلعت صح يعني خلاص، لا برضو بيديني حقي لما بطلع صح. أستاذ أبنودي، يعني نهال كمال الحقيقة، هذه المخلوقة الرقيقة جدا جدا، من خلال طبعا يمكن معاملتنا معها حتى كجمهور بيتلقى رسالتها الإعلامية، أكيد برضو زوجة فنان ومبدع، لحظاتك الخاصة اللي أنت بتعيشها في إبداعك هي بتتعامل معها إزاي؟ والله أنا بس عايز أقول لك إنه مع نهال ممكن تحس برضو إنك كأنك عايشة لوحدك، لانه هي طيف اكتر منه بشر، يعني ملهاش ثقل على الارض، خطواتها ما تدبش، يعني ما فيش شيء يفزعك يطيرك. وهي صديقة شعري من قبل ما نتجوز، فلما اتجوزنا هي عايزة هذا الشعر يمكن قبل الجمهور كله، فبتحلي انا ببقى شرس لمؤاخذة لما يكون في حالة توتر فني وكده، ببقى في حالة شراسة جامدة يعني. فهي يعني عرفت ازاي تحذرني، ازاي تتركني لعالمي الى ان انهي قصيدتي او انهي عملي او كده وكلام من ده كله. حتى الولاد آية ونور، آية ونور الجمال الحلوين، يعني ايضا يتحاشوني لغاية ما يطلع لهم تاني كأب، يعني لغاية ما يستردوا ابوهم مرة اخرى. فده من هذا الجانب. الجانب الثاني ان هال انسانه ذكيه ومتطابقه، لا ومتطابقه مع وعيها ومع فكرها، ما هيش بتمشي في ناحيه وكلامها في ناحيه، هي انسان واحد يعني. وبالتالي ما فيش تعب معاها، التعب فيما لو انا اللي ترددت في حاجه يعني صح، يعني لما يبقى قدامي صح وخطا وابقى انا عايز اعمل الخطا مثلا، دي مثلا اللي هي. وبعدين هي شرسه في الحق، ما اكذبش عليك، يعني هي انت عارفه برج الميزان، فهي ميزان عدل، الا لو انت بقى يعني ايه رزلت في كفه بكفتين، فهي طيلها كمان برج العقرب سنه يعني، فممكن تلدغ يعني، تاخد حقها، لا في لدغات جامده يعني، تاخد حقها اول باول، مش حقها، حق العدل والانسانيه وحق الاتفاق اللي ما اتفقناش عليه لما اتقابلنا واتجوزنا. احنا ما قلناش والله هنتجوز، انت عليك كذا وانت عليك كذا والحكايه، ما قلناش. احنا فعلا وجدنا انفسنا الحمد لله في هذه الحاله، وما حتى يمكن ما نعرفش ازاي اتجوزنا، لكن بقينا هكذا. وبالنسبه طبعا لعملها، انت عارف انا مؤمن بعمل المراه ايمان حقيقي،
وانا مؤمن بعمل نهال ايمان حقيقي. وانا فكرة عايزه اقول حاجه انه ساعات انا حتى لما مثلا بعد ما جبت ايه ونور بحب ان انا طبعا عايزه فتره بعد الولاده ببقى عايزه اقعد مع في البيت وبكسل. هو يقول لي لا تنزلي الشغل. اقول له طب يعني عايزه اريح بعد خايف. يقول لي لا خايف تريحي وترتاحي وتقعدي في البيت وتنسي شغلك. فهو اللي كان دايما هو اللي ورايا في حكايه الشغل دي. ده حاجه جميله مش متوفره لكثيرات على فكره. لا حقيقي مؤمن يعني ايمان مش عايزه اقول لك بالموضوع شغل المراه وعمل المراه انه مهم ليها لشخصيتها لتطورها لاحساسها بانها بتسعد اسرتها اكتر لو اشتغلت عما قعدت في البيت ومركزه في البيت يبقى كل حاجه محدوده فيها. ومش بس محدوده التفاصيل يعني ما اعمل كده تقول انت هرشي كده ليه ما هرشيش من الناحيه دي ليه انت يعني التفاصيل بقى صغيره تكبر. انما لما يكون انسان همها بره في العمل واخد بالك بيبقى الامور الصغيره في الحياه صغيره فعلا. وبيبقى هي راجعه لجوزها وراجعه لعيالها وراجعه لموضوع اساسي. بيبقى الوقت المتبقي من الطاقه ومن الزمن حتى يعني ما يخليهاش تفعص في الامور اللي هي اللي فيما بعد بتعمل الخلافات. انما مساله ان انا اجيب ست اتجوزها ست متالقه يعني واحسن مني زي او زيها زي واروح احبسها في البيت واقول لها لا ما تشتغليش وبعدين الاقيها بقى تخنت لي وبعجرت لي وقعدت لي انت رايح فين انت جاي منين انت عارف ايه طب مامتي ايه خالتي لما جت كنت مبوز ليه يعني مش ممكن. وبعدين نطلع بره نشتكي من ان زوجاتنا متخلفات. ما انتوا اللي خلفتوهم انتوا اللي خلتوهم يتخلفوا بانكم حرمتوهم من العلاقة الحية مع المجتمع اللي بره ومع مشاكل الناس والحياة وكلام من ده. كل ده بينمي العقل وبيخلي الإنسان صاحي وعلى قيد الحياة. فأنا طبعا يعني مؤمن بعمل الست نهال يعني إيمان كبير.